ثالثي على التوالي بدعيكم للمشاركة بسباق الغازي الدولي اللي يحمل هذه السنة شعار نركض تحية للعلم. يمكن هالسنة يتخذ السباق طابع خاص ورمزية مهمة جدا بعد الانتصار اللي حققه الجيش اللبناني والمقاومة على تنظيم داعش الإرهابي ودحره من الأراضي اللبنانية. تحية من القلب إلى هؤلاء الأبطال، تحية للعلم اللبناني الذي سيبقى مرفرفا شامخا في وجه كل من يحاول الإساءة إليه. شاركونا هذا الحدث في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2017. لينا زهر الدين.